في هذه اللحظات الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين من مسافة 1500 متر في أول المراكز. هذه هوائي لسيد حميد بن محمود الرشيدي في أول المراكز، زملي في ثاني المراكز، هذا شاهين لسيد عوض حاج علي في هذه اللحظات في أول في ثاني المراكز، شاهين لسيد عوض حاج علي، أما اللي في ثاني ثالث المراكز من الجانب الأيمن الفارس السيد صديق حسن أبو كر مع الفارس في ثالث المراكز، الرابع المراكز عزام للسيد صالح القصير مع عزام في الرابع المراكز، وخامس المراكز السلهود للسيد حامد جابر الرشيدي في خامس المراكز، ولكن في أول المراكز هوائل حتى هذه اللحظات للسيد حميد بن محمود الرشيدي مع هوائل في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذا الطلوع للسيد حسن أبو كرة في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ولكن هوائل للسيد حميد بن محمود الرشيد راحت بالمركز الأول في هذه اللحظات، هذه هوائل للسيد حميد بن محمود الرشيد، أما اللي في ثاني المراكز هذا الطلوع للسيد حسن أبو كرة في ثاني المراكز، ثالث المراكز أبعد عن اللي في ثالث المراكز، ولكن هوائل راحت بالمركز الأول، والناموس هذه هوائل اللي قلت هانينا، والناموس السيد حميد بن محمود الرشيد على فوز هوائل بالمركز الأول الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين، هذه هوائل منتزع المركز الأول ومسيطرة سيطرة تامة، قلت هانينا والناموس السيد حميد بن محمود الرشيدي، هذه هوائل أيها الحفل الكريم منتزع المركز الأول ومسيطرة هانينا على فوز هوائل بالمركز الأول للسيد حميد ابن محمود الرشيدي، اما اللي في ثاني المراكز وصل الطلوع لسيد حسن ابو كره، وفي ثالث المراكز وصل الفارس لسيد الصديق حسن حامد، نقول تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 14 ثانيه 52 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس للاخوه الفائزين.